خبر صار لكل المصريين بفرمان عاجل من الرئيس السيسي ننشر التفاصيل وتحذير عاجل من أيام صعبة في شهر رمضان على المصريين بسبب الطقس ننشر التفاصيل وعاجل في مفاجأة كبرى إعفاء قيادات كبرى في مصر بسبب أمر مخل وعاجل مفتي مصر يوضح متى يكون الصيام في شهر رمضان حرام شرعا وعاجل تعرف على أسعار الذهب والدولار في مصر وبيان عاجل وهام مسؤول مصري كبير على اقتراب مصر من حد الندرة للمياه. في البداية كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم على حضراتكم، واشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وتحذير عاجل من أيام صعبة في شهر رمضان على المصريين. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب مصر. وتابعت من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وبتزيد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية بارد ليلا على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، كما تبقى الظاهرة المؤثرة على الشوائب العالقة نهارا. وتشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر، مايل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهيئة الأرصاد الجوية وضحت أن اليوم أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب مصر. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وفي فترات الصيام نصيحة، يعني حاولوا ما تتعرضوش للشمس بطريقة مباشرة، يعني دايما نخلي بالنا من أشعة الشمس لأنها يعني بتسبب العطش في وقت الصيام في نهار رمضان، وربنا يسترها على حضراتكم. كل عام وأنتم بألف خير. وننتقل مع بعض الخبر في منتهى الأهمية، وخبر صار لكل المصريين بفرمان عاجل من الرئيس السيسي. خبر صار لكل المصريين. ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 22 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 22 الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتضمن القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وتكون القانون من 9 مواد نشرتها الجريدة الرسمية، وهذه كانت التفاصيل. خبر صار من الرئيس السيسي، عارفين إن هيتم صرف العلاوات في بداية إبريل حسب القانون رقم 16 لسنة 22، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر السلع في مصر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل في مفاجأة كبرى إعفاء قيادات كبرى بسبب أمر مخل. أكد مسؤول بمديرية الصحة بقنا في صعيد مصر إعفاء الهيكل الإداري بمستشفيات فرشوت المركزي ونجع حمادي العام من مناصبهم بحسب موقع القاهرة 24. جاء القرار بسبب اكتشاف واقعة انتحال شاب صفة طبيب نساء والعمل داخل المستشفيين على مدار 5 سنوات،
أوضح أن لجنة من مديرية الصحة والسكان بقنا انتقلت إلى مستشفيات فرشوط المركزي ونجع حماد العام للتحقيق في الواقعة، واستجوبت عدد من العاملين بهما على خلفية واقعة تزوير شاب شهادة كلية الطب والعمل بالمستشفيين على مدار 5 سنوات في أقسام الأطفال والنساء والعناية والاستقبال. وأشار إلى ثبوت صحة الواقعة، وبناء على ذلك تمت إحالة الهيكل الإداري بالمستشفيين للتحقيق وإعفائهم من مناصبهم. المصدر معانا كان حسب صحيفة القاهرة 24، طبعا أمر في منتهى الخطورة. إن شخص ينتحل صفة طبيب ده طبعا شيء في منتهى الخطورة. ترتب على ذلك إحالة الهيكل الإداري بالكامل في المستشفيين في فرشوط ونجع حمادي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل مفتي مصر بيوضح متى يكون الصيام في شهر رمضان حرام شرعا. كشف الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية عن الحالات التي يكون فيها الصيام في شهر رمضان حرام شرعا. أشار علام إلى أن الصوم يصبح حراما على المؤمن في حال كون الصيام يهدد حياة المريض أو يقربه من الموت. وتحدث علام أيضا عن عقوق الوالدين، حيث وجه رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم قائلا: تلك كبيرة من الكبائر، وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك من أجل أن تسترضيهما. وتابع: كل إيذاء للوالدين هو عقوق لهما، ويجب على الأبناء أن يكونوا تحت أقدام الأب والأم. وأضاف: لو إنسان عاق والديه وظن أنه لن تنصلح الأمور فهذا إحساس خاطئ، كلما أقبل الولد على الوالدين وجد إقبالا أشد منهما. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع. ربنا رب ما جعلناش عاقين بوالدينا، ربنا يجعلنا دائما بارين بوالدينا، وربنا يرحم أمهاتنا وأبائنا إن شاء الله، ويجعلهم من أهل الفردوس في هذه الأيام المفترجة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تعرف على أسعار الذهب والدولار في مصر. انخفضت أسعار الذهب في مصر متأثرة بانخفاض السعر العالمي بظل استقرار الدولار في مصر مع عطلة البنوك. وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق صحيفة المصري اليوم كالشكل الآتي: انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم بنحو جنيهين على الأسعار، حيث وصل إلى 1106 جنيهات. كما هبط سعر الذهب عيار 21 بنحو جنيهان عن الأسعار ليصل إلى 970 جنيه. وأسعار الذهب للنوع عيار 18 انخفضت بحوالي جنيهين، سجلت 831 جنيه. هذا وأشارت المصري اليوم إلى أن أعلى أسعار الدولار للشراء والبيع مقابل الجنيه المصري كانت اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي. أوضحت الصحيفة أن أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة في مصر جاءت كالشكل الآتي: أسعار الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار الأمريكي عند 18.27 قرش للشراء و 18.37 قرش للبيع. أسعار الدولار في بنك البركة بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.23 قرش للشراء و 18.33 قرش للبيع. أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.20 قرش للشراء و 18.30 قرش للبيع. أسعار الدولار في بنك المشرق بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك 18.20 قرش للشراء و 18.30 قرش للبيع. أسعار الدولار في البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدولار 18.22 قرش للشراء و 18.32 قرش للبيع. أسعار الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.24 قرش للشراء و 18.34 قرش للبيع. أسعار الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.20 قرش للشراء و 18.30 قرش للبيع. أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 18.24 قرش للشراء و 18.34 قرش للبيع. أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني وصل سعر الدولار الأمريكي 18.20 قرش للشراء و 18.30 قرش للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 18 جنيه و20 قرش للشراء و18 جنيه و30 قرش للبيع. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. هذا كان باختصار أسعار الدولار وأسعار الذهب في مصر، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل وهام من مسؤول مصري كبير على اقتراب مصر من حد الندرة للمياه. قال وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر بتقترب من حد الندرة للمياه، لافتا إلى أن هناك تأثيرات واضحة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم. وخلال كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار الدكتور محمد عبد العاطي أن هناك تأثيرا واضحا لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديدا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الأيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل من أوضاع مائية هشة، فضلا عن التأثير الشديد على مناطق الدلتا في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان. شدد الدكتور عبد العاطي على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، وأهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم، ولفت إلى وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات المتطرفة، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ. كما أشار وزير الموارد المائية إلى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل 14% من الناتج القومي الإجمالي بحلول 2050 بسبب الإجهاد المائي. وسلط الوزير الضوء على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية. أوضح عبد العاطي أن مصر تقترب من حد الندرة للمياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 560 متر مكعب سنوياً، وأن 40% من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا IEB. أتمنى أكون عند حسن ظنكم، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.